سعادة القلب في خير يقدمه ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إغاثة الملهوف كفالة اليتيم سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها قوافل الخير من دار الخيار سرت من قلب شارقة الإحسان تنشرها. أجمل المشاريع وأفضلها مشاهدينا الكرام تلك المشاريع التي توفر لصاحب الحاجة وظيفة أو مهنة أو صنعة، لأن هذه المشاريع تنقل السائل من مرحلة السؤال إلى مرحلة الاكتفاء، وبذلك كذلك يتحقق المغزى الحقيقي للصدقة وهي إغناء السائل عن السؤال. ابحثوا عن هذه المشاريع وابحثوا عن هؤلاء المحتاجين، ستجدونهم وسيوفقكم الله عز وجل. ب50 جنيه. لا حاجة تكلم أحسن من كده، حاجة سمك حلوة. 55. سمك حلوة حاجة. 65. 75. 80 علي. 85. لا يا حاج. 90 عاد. 90 عاد. 105. لا يا حاج. 125. لا لا لا. 120. 120. لا يا حاج. ماشي ريشي. 120 بس. هات يا عم قبضه يلا. يلا قول يلا بارك لك. ماشي الله يبارك لك. معك السمك الثاني. معك السمك الثاني. في هذا البرنامج في هذا العام نبحث في كل حلقة عن مجموعة أشياء تحدثنا عنها وسأذكركم بها دائما: الراحة، الطمأنينة، السعادة، ووجدناها في كل حلقة في مكان ما. في حلقة هذا اليوم وجدنا الراحة والطمأنينة والسعادة في بيوت الله عز وجل. نحن ما زلنا في محافظة كفر الشيخ في عزبة الصالح، هذه العزبة تم إنشاء مسجد بها ومرفقات هذا المسجد. بيوت الله عز وجل تعلمون أجر إقامتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. هذا المسجد أحيا القلوب وأحيا كذلك أهل القرية. كيف أحياهم وكيف غير مجموعة أشياء في حياتهم سنتعرف عليه في حلقة هذا اليوم، تابعونا. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اليوم أيها الأحباب الكرام، هذا يوم عيد، وهذا اليوم مشهود في السماء، بيت من بيوت الله يفتتح على أرض الله حتى يعبد فيه خلق الله.
مشاهدينا الكرام، أكرمنا الله عز وجل بأن صلينا جماعة صلاة الجمعة في هذا الجامع المبارك، وهي أول صلاة وأول فرض يقام في هذا الجامع. يعني اليوم افتتح ولله الحمد وصلينا معاهم، أدركنا ولله الحمد الوقت وصلينا صلاة الجمعة، ونتشرف الآن بأن نجلس مع فضيلة الشيخ أبو السعود إمام المسجد، وهو أحد الناس المحبوبين في هذه المنطقة واللي لهم فضل على الناس. الشيخ جزاكم الله خير، والله يتقبل منكم إن شاء الله، ونبارك لكم افتتاح المسجد هذا. البركة لنا جميعا، هذا بفضل رب العالمين ثم جهودكم جميعا في هذا المكان. جزاكم الله خير. الشيخ أولا حدثني عن هذا المشروع، على ما يحتوي. أنا فهمت بأنه ليس فقط جامع وإنما في مرافق أخرى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نشكر ربنا سبحانه وتعالى بفضله منه سبحانه وتعالى أنه وساق يعني لهذا المكان، يعني هذا الخلود الطيبة عندها عاطفة الإنفاق وعاطفة يعني الشوق لأن هي تبتغي الأجر من ربنا سبحانه وتعالى، وتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، أن هي هذه تجارة لن تبور، أن الله سبحانه وتعالى شرح صدور أهل الخير، يعني إخواتنا في الإمارات في هذا الشرق والمتبرعين فيها جزاهم الله خيرا، أنهم ربنا سبحانه وتعالى من علينا بوجودهم في وسطنا هنا في هذه البلد، بلد كفر الشيخ بصفة عامة، وهي مفتقدة لكثير من المساجد صراحة، لأن احنا عندنا في كفر الشيخ بصفة عامة الإعمار بنسبة المباني وبنسبة الكثير كثير، يعني ممكن مثلا أرض فيها 15 مثلا بيت 20 بيت وما فيه مسجد، وأهل المسجد يعني يذهبون إلى عزبة بعيدة أو منطقة بعيدة قرية بعيدة، ولا يصلون جماعة بتا، ولكن يصلي الجمعة فقط، وإذا يجتمعون لصلاة الجمعة في القرية فقط البعيدة فقط. طيب، اختيار هذا المكان لهذا الجامع مناسب تشوفه هذا الشيء؟ الحمد لله، نعم الحمد لله، يعني هذا المكان لسه كان أخونا يعني أحمد وأخونا محمد يعني كذا أخ من الأخوة اللي هم حوالين المسجد من مسافات بعيدة كانوا بيشتكوا من موضوع أن أولاً المكان من هنا ما فيش مسجد غير على مسافة بعيدة، رقم اثنين ان الله سبحانه وتعالى رزقنا في هذا المسجد بمحطه تحليه المياه، يعني ولما اقول محطه تحليه للمياه ان احنا بنتكلم في كفر الشيخ. يعني الشيخ الان المسجد او المشروع هذا مكون من جامع مكان للصلاه ومحطه تحليه المياه، في شيء اخر ومقرأة للاطفال لتحفظ القران. ما شاء الله تبارك الله. اذا المشروع عباره عن ثلاثه اشياء، الجامع ودار لتحفيظ قرآن مقرأة ومحطة لتحلية المياه. طيب الشيخ، الآن اتفقنا بأن الموقع ممتاز ويخدم فئة كبيرة من سكان المنطقة هذه والمناطق المجاورة. نقطة ثانية ذكرت لي بشكل يعني وأنت مبتسم بأن محطة التحلية لها أهمية كبيرة. تعال عمود اجلس معي، اجلس خليك معي، هذا صديقي الشيخ عرفت عليه اليوم زيادة. حدثني عن أهمية محطة التحلية هذه، هل هي يعني ستقوم بتحلية المياه للمسجد فقط؟ لا، هذه محطة تحلية للمنطقة كلها، يعني أقرب محطة تحلية في البني على مسافة حوالي 10 كيلو أو 9-8 كيلو تقديرية، فيعني مسافة كبيرة عشان الناس تروح تجيب مية من هناك، فمسافة كبيرة مسافة عليهم، ولكن الله سبحانه رزقهم محطة المية، وخصوصا محطة المية ديت في آخر خط المية، يعني آخر خط المية ده بيضخ مية يعني ما تنفعش الاستعمال الأدمي حتى يعني يدوب للزراعة يعني. الزراعة حتى للطبيخ ما تنفعش للطبيخ، أو مثلاً تسوية الطعام ما تنفعش لتسوية الطعام. ليه؟ لأن هي شوية المية بتيجي في آخر الخط بتبقى فيها صدى، المية يعني متخزنة من الخط البعيد على ما تيجي يعني تنبت فيها كم من الميكروبات ويعني وكم من الجراثيم، فربنا سبحانه وتعالى ساق يعني أهل الخير بهذه المحطة التحلية دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا ان احنا في كفر الشيخ بصفه عامه بنشتكي من الميه اللي هي شويه يعني نسال الله العفو والعافيه نسبه فشل كلوي، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين سبحانه وتعالى بسبب المياه. عدم نقاوه المياه او عدم يعني تحليتها. طيب اذا الحمد لله يعني المشروع سيؤتي أكله بإذن الله تعالى، وسينفع فئة كبيرة من الناس في أكثر من جانب، ليس فقط في موضوع الصلاة والمحافظة على الصلاة وحفظ القراءة، وإنما حتى في صحة الناس وفي حياتهم وفي معيشتهم. الحمد لله هذا شيء طيب. نقطة أخيرة فضيلة الشيخ، أنا أريد أن يعني تصل للمشاهدين بأن مثل هالمشاريع يساهم فيها مجموعة كبيرة من الناس، ليس فقط متبرع واحد. احنا ربما حصلنا على متبرع للمسجد، وإنما كان هناك من قبل متبرع بالأرض، صحيح؟ هذه الأرض لمن؟
الحاج احمد صالح احد سكان المنطقه. نعم, نعم. واسمه صالح. نعم ما شاء الله. اسمه الصوالحة وله من اسمه نصيب. نعم. يعني نعم. نعم. تبرع بالارض للمسجد. نعم. وبعد ذاك متبرع من هناك من الشارقة, من جمعية الشارقة. نعم. تبرع بالبناء. نعم. والناس كل يساهم على قدره, صحيح؟ نعم. نعم. فالحمد لله هذا المطلوب ويتحقق. الحمد لله. الحمد لله. نسأل الله الشيخ أن يبارك لكم ويبارك فيكم يا رب, ويجمعنا دائما على الخير في الدنيا. شكرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله خير. حج زياد. حج زياد. أنا حصل لي إمام في الجامع. أنا حصل لي إمام في الجامع. إن شاء الله. إن شاء الله. حبيب يا بطل. قوافل الخير ربنا يجعلنا من أهل القرآن. ربنا يجعلنا دائما نقول رب اللهم اجعلنا من أهل. طيب احنا سوره العصر عايزين ايه نعيدوها مره مع بعض, وبعد كده نقعدوا على قد ما نقدروا التفسير مع بعض. بدا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنعم علينا ربنا بالناس المتبرعة, الناس اللي بتسعى للخير بمسجد وفنتر ميه وتحفيظ قرآن, وجزاهم الله خير باللي هم بيعملوه. وربنا سبحانه وتعالى كل من ساهم وقام على بناية المسجد في قرية الصوالحة يجزيه الله خير عن كل حاجة عمله, عن طوبة شالها حطها في المسجد, لأن كنا محرومين من مسجد, كنا محرومين من عيالنا الصغيرة حفظ قرآن, كنا محرومين من مية شرب نظيفة. معانا خير عظيم بالنسبه لفنتر الميه, لان احنا كنا بنعانوا من زمان من الميه. الميه عندنا رضيه جامد, مش ميه طبيعيه, ميه شينه. وطبعا جابوا لنا فنتر تحليه ويشكروا, عملوا لنا خير عظيم والله, وجزاهم الله كل خير على الخير اللي عملوه معانا, واحنا شاكرين لهم شكر كبير جوا والله على المجهود اللي عملوه معانا. واحلى مشروع, احلى مشروع عملوه والله بالنسبه لنا هنا في الحيط مراتك بتاعتنا دي. مشاهدينا الكرام, قبل أن نغادر هذه القرية وهذا المكان الطيب, الناس الطيبين يصرون دائما إكرامنا بالطعام الطيب والجلوس معهم. لذلك نحن نودعكم ونطلب منكم أن تدعون لهؤلاء الناس الطيبين الأخيار الأفاضل, ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
سعادة القلب في خير يقدمه ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إغاثة الملهوف كفالة اليتيم سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها قوافل الخير من دار الخيار سرت من قلب شارقة الإحسان تنشرها